قصه عجيبه وحادث جلل وقع قبيل ولاده النبي صلى الله عليه وسلم ومبدا هذه القصه ان ابرهه الاشر موالي اليمن من قبل ملك الحبشه قد راى ان يبني كنيسه في صنعاء باليمن يدعو العرب الى حجها بدل حجهم البيت الحرام وكان قصده من ذلك تحويل التجاره ومكاسبها من مكه الى اليمن عرض ابرهه هذا الامر على الملك الحبشي فوافق وسره ذلك فبنى ابرهه الكنيسه على هيئه عظيمه وسماها القليس فجاء رجل قرشي فاحدث فيها ولطخ جدرانها بالقدر النجس غضبا من صنيع ابرهه ثم ذهب فلما راها ابرهه بتلك الحال استشاط غيظا وجهز جيشا لغزو مكة وهدم الكعبة، وكان معه ثلاثة عشر فيلا من بينها فيل يدعى محمود وهو أكبرها، وساروا متجهين نحو مكة، فما وقف في وجههم حي من أحياء العرب إلا قاتلوه وهزموه حتى انتهوا إلى قرب مكة فجرت مفاوضات بينهم وبين شيخ مكه عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت المفاوضات بان يرد ابرهه ابل عبد المطلب ثم هو وشانه بالكعبه وامر عبد المطلب رجال مكه ان يخلوا البلد ويلتحقوا برؤوس الجبال بنسائهم واطفالهم خشيه ان تلحقهم المعره من ذلك الجيش الغازي والظالم تحرك جيش ابرهه ووصل الى وادي محسر وبينما الجيش في وسط الوادي يسير اذا بفرق متتابعه من الطير ترسل على ذلك الجيش حجاره كل واحد منها بقدر الحمصه والعدسه ما ان يسقط الحجر منها على رجل منهم الا ذاب وتناثر لحمه حتى هلكوا جميعا وفر ابرهه ولحمه يتناثر فهلك في الطريق فكانت هذه ايه من ايات الله تعالى ونصره منه لسكان حرمه وحماه بيته ونعمه من النعم التي امتن بها على قريش قال تعالى الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول